بنت نور مثل عبده لا عبده وكفى تشوميلا شوميلا شوميلا يا مبسوط الشنجل فرح بهذا الخنجر يا بن بريك فرح بهذا الخنجر بهذا الخنجر حيوه يستحق التحية الشنجل يستحق التحية يستحق التحية راعي نواف راعي نواف بكل هدوء يخطف الخنجر الفضي في الشوط نواف وتحقيقه للخنجر الفضي لإجداع القعدان المفتوح ونهني علي بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل مالكي نواف ونهني بخيت بن محمد بن ناصر علي بن ناصر الشنجل تستاهل فوز نواف وانتزع علي خنجر القعدان الشوط مفتوح تستاهل خير وعافية مبريك وش سلالة نواف نواف ابوه نواف ارد عز الجيش الحمد لله على التوفيق ومشاركاته قبل الشوط مشاركاته القعود السنة العام الماضي ما عنده مشاركة كلش جاءت وفاكة صحية وفلناها من الركض مشاركته ذا السنة سك اخر مره كذا الركض اللي راح جايب 9.5 جاي ثاني فتو فينش وطلع اللي قدامه اعطوه الاول كيف كان مسار القعود في الشوط الليله؟ مسار قام وسط الحلال واستلم في الكيلو الاخير والحمد لله على التوفيق هل في مفاجات اخرى من شعار الشنجل؟ ان شاء الله ان شاء الله في اي سن؟ في سن الحين ان شاء الله هذا الفوز من ناموس ابو ناصر المنتدى هذا الناموس الامير الوالد الى الامير الشيخ تميم بن حمد الخليفه الثاني والى الاخوان ولا الدعم الرسمي لهذا الشعار اخوي محمد بن ناصر الشنجل ولا محبي شعار الشنجل بيض الله وجهك جعل المسلم شكرا لك بن ناصر مرحبا مرحبا مرحبا